انتخاب ديمقراطي وعصري بحسب رؤية جلالة الملك. جلالة الملك بقول انه يعني ان اللجنه للتوافق عليه لوضع قانون بعد حوار وطني، انا بعتقد بالنهايه هو قانون انتخاب، من يقره هو مجلس النواب او مجلس النواب ولا اعيان معه. من يضع هذا القانون ويقدم المجلس هي الحكومه تاكيد، لكن قبل ان يذهب الى الحكومه يجب ان انا بعتقد ان هذه رغبه جلاله الملك، انه تكون لجنه وطنيه بحوار وطني خلف ابواب مغلقه، وانها تتباحث بتمثل جميع اطياف المجتمع المدني بما فيها من يمثل مصالح الدوله من الرسميين، ويقعدوا يطبقون قانون انتخاب ينال رضا الناس، بالتالي لا نكون كما امام تعديلات زي ما كان يحدث في السابق. كل حكومه بتجي بتعدل الحكومه، بتطلعوا من هون بتزيد الدوائر الانتخابيه، بتنقص الدوائر الانتخابيه، ويقولوا لنا هذا قانون انتخاب جديد. يعني انا بعتقد هذه المرحله انتهت. المرحله المطلوبه هي ان يكون هناك حوار توافقي وطني حول بنود قانون الانتخابات، بحيث انه الجميع يرضى عنه، والأهم من ذلك مش بيسأل الجميع عنه، أنه يخلق حياة ديمقراطية، يخلق تعددية سياسية. أنا بعتقد أنه حتى الأحزاب، هذه الأحزاب ستظل في مكانها وستظل تراوح نفسها، والأحزاب ترى بدها إصلاح أكثر من كثير من القضايا الأخرى. من يصلحها هو قانون الانتخاب. قانون الانتخاب إذا نص على طريقة الانتخابات بطريقة برامجية وطريقة قوائم، يقال أن الدستور يعترض على القوائم يتعدل الدستور. هذا هو إذا بدك تحيي الأحزاب وتحيي التعددية بدك تخلق قانون انتخاب يسمح بمعارك انتخابية تقوم على البرامج، كما جلالة الملك يعني بقول هذا الكلام. الناس تروح تنتخب برنامج، ما تنتخب أشخاص. اللي صار عندنا مش بس تنتخب أشخاص، تنتخب يعني اللي جاره واحد صار ينتخب الواحد. يعني هيك صارت الأمور. طيب دكتور عبد الله، يعني أردت أنت الإضافة للحديث في قضية أخرى وعن المشاورات. أنت كنت تتحدث أيضا، يمكن الحوار الوطني الذي يدعو له كتاب التكليف السامي بدأ من الآن، بدأ دولة الرئيس بمشاوراته إن كان مع مجلس النواب إن كان، ولسه يعني لم تظهر التشكيله بعد، يعني فاليس من المبكر الان الحكم على انه المشاورات غير جاده في هذا الاتجاه؟ لا، خليني رسائلي اوجهها من خلالك الى دوله رئيس الوزراء. تفضل. حتى يكون في ثمره للقائنا، بحب انه جمله الافكار اللي احنا محضرينها نحكيها الليله. تفضل دكتور. اذا بطلعوا نص الافكار محكيه ببين انه هذا بس هذه هي، لا مش هذه هي. حقيقه انا عندي افكار كثير مهمة وخطيرة في نهاية الحديث، اسمحي لي أكملها. بحب أوجه لدولة رئيس الوزراء شعار مهم جدا، إذا أخذ فيه راح ينجز الكثير، وانتبهي له كويس. رئيس الوزراء نريد منه أن يكون هو، أي رئيس الوزراء يقود الأجهزة الحكومية وليس الأجهزة الحكومية تقوده، مهما كانت تلك الأجهزة حساسة أو بالمبني للمجهول، يجب أن يقودها جميعا، لأنه هو المسؤول دستوريا أمام جلالة الملك المعظم وأمام مجلس النواب. أما أن يختبئ بأن الأجهزة اشتغلت من ورائه، هذا يلام عليه رئيس الوزراء ولا يسمح له به أبدا. والعقبة التي تواجه دولة رئيس الوزراء الآن في تشكيل الحكومة هو أنه قال بأن الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في عهده قد جرى تزويرها، فإما أن يكون كلامه صحيح والتزوير حصل وبالتالي يجب أن يكون محاسبة، ولا لا، ما بتروح هاي بتصريح صحفي أو إعلان الندم والأسف، لأنه هذا إضرار بمصالح الأمة، حتى في خسارة مادية غير الخسارة الأدبية، لأنه تمييع الديمقراطية والإساءة لصورة الديمقراطية هذا جرم سياسي كبير وخطير، هذا بيتعلق بأمن الدولة على فكرة. وبالتالي دولة الرئيس حين أطلق ذلك التصريح أطلق تصريح خطير جدا. وإذا كان لا والله دولة الرئيس ما بدريش كان رئيس وزراء ومش قادر يقود الأجهزة الأمنية، سواء الأمن العام سواء المخابرات سواء، ويسير الانتخابات هو على مسؤوليته، فيجب أن يساءل رئيس الوزراء، لا أن يجاز ويعين رئيس وزراء من أول لجديد. بكل صدق بدي أكون واضح أنا أنه هذه النقطة ستشكل له عقبة أمام مجلس النواب.
النقطة الثانية طبعا في قضايا الكازينو، في تلوث المياه، وفي سالمونيلا، هذه قضايا راح يتحدث فيها. في ارتكب خطأ الآن دولة الرئيس أثناء تصريحاته اللي هو يشكل في الحكومة، قال بأنه تحل مجلس النواب، يعني هذا الحديث فيه مبكر. كان على دولة رئيس الوزراء أن ينتبه إلى كلماته ويعرف أن هذا الحل هو ليس من صلاحياته، هذه صلاحيات جلالة الملك. واستعداء مجلس النواب بهذه الطريقة واستفزازه بها ليس لم يكن أمرا مدروسا ولا حكيما. الشغلة الثانية بدي أقول لدولة الرئيس الآن، هو يشاور، بقول له أنا أشجع كل التشجيع على مشاورة الأحزاب وعلى إشراكها. أن تشترك الأحزاب بيكون يعني هو عمل إنجاز كبير. إذا الأحزاب الخيرة فيها شخوص مميزين، إذا كان بيكون هذا إشراك الحزبيين أنت تقصد. اسمح لي سأتوقف عند هذه النقطة وأعود للأستاذ طاهر العدوان، يعني لابد لك من تعليق على كل ما ورد من الدكتور عبد الله حول، يمكن احنا بدناش نحكي في الماضي، هلا في مرحلة قادمة في نعم مستبشرين خير، هناك أمل يعني في كل المرحلة القادمة، بماذا تعلق وخصوصا على إشراك الحزبيين في الحكومة، يقترح إشراك الحزبيين في نعم الحكومة القادمة؟ يعني أنا بس بدي كمان أنا أؤيد ما اللي يقوله الدكتور عبد الله، إنه رئيس الحكومة يجب أن يقود فريقه الوزاري، فريق الوزاري سواء الفريق الاقتصادي أو نعم الفريق السياسي. بمعنى آخر، إحنا مثلاً إحنا أمام متغيرات إقليمية كثيرة، القضية الفلسطينية تعثر، قضية المفاوضات، تغييرات في مصر، تغييرات في تونس، تغييرات في العالم العربي، تغييرات في الموقف الأمريكي، في الدنيا كلها. يجب أن تتغير أيضاً سياستنا الخارجية، يجب أن يكون هناك نظرة جديدة لتغيير سياستنا الخارجية. بما أنا بقتبس بس كلمة قالها، إنه البخيت لما التقى مع النواب والعيان قال إلا ضرورة الاهتمام بدور الأردن الإقليمي في ظل المتغيرات. دور الأردن الإقليمي يجب أن نقف وقفة مراجعة له، وهذا يتطلب مراجعة السياسة الخارجية في الحكومات السابقة وفي الحكومة السابقة وفي كل الحكومات وفي الحكومة القادمة. لا يجوز إنه وزير الخارجية أيضا يعني لا يقدم تقارير لمجلس الوزراء، او لا تناقش سياساته، او لا تكون منطبقه للمتغيرات. لا. في كثير من المسائل يجب ان ندخلها فيها بطريقه مباشره على رئيس الحكومه وعلى حكومته الجديده ان تدخل اليها. مثلا انا بعتقد انه الخطوه اللي قام فيها جلاله الملك امبارح بالتقاء قياده الاخوان المسلمين، وهي لم تحدث من 10 سنوات، هي خطوه كبيره، نقله كبيره للامام. الان أهم من المشاورات وأهم من البحث عن فلان وفلان وعن من الوزراء أنه يحدد لنا ما هي الخطوط اللي سيتبعها من أجل القيام بخطوات فورية إصلاحية في قضايا اللي بيطلبها الشارع الأردني والقضايا التي بتطلبها مصالح الأردن، سواء المتغيرات الخارجية والمتغيرات الداخلية. احنا قضية الفساد عندنا قضية كبيرة، وما بنصير نظيم نقول يلا احنا بدنا نحارب الفساد بس زي ما تقول نسمع وطحنا ولا نرى غبارا ولا نرى طحنا نسمع وطحنا. ففي قضايا كثيرة يجب ان ندخل عليها بتسريع فتح الملفات التي يثيرها الشارع الأردني، التي تثيرها الصحافة، اللي يثيرها البرلمان، مجلس النواب. هناك قضايا كثيرة تتطلب من الحكومة العمل. أما ما أخشى أنه إحنا نأخذ وقت في التشكيل وبعدين وقت قبل ما يروح على مجلس النواب وبعدين وقت في الثقة وبالقصص هذه. طيب، وتمضي الأشهر أكثر من. خلينا نتحدث الآن عن مجلس النواب دكتور عبد الله، يعني العلاقة المرجوة مع مجلس بين الحكومة القادمة ومجلس النواب، خصوصا يعني إن كان هناك بعض التناقضات في أداء مجلس النواب، يعني ثقة 111 بعدين يعني تغيرت كل الأمور، حتى طريقة المجريات يعني صرنا مثل المسرحيات على شاشات التلفزة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب، ليس جميعهم أكيد بالتأكيد. فهذا التناقض وهذه العلاقة كيف من الممكن أن تكون في المرحلة القادمة لمجلس النواب؟ ما هو دوره سيكون؟ اسمحي لي ستي، أولا بدي أذكر المشاهدين الكرام أني أنا حجبت الثقة عن الحكومة، وأن دفاعي عن مجلس النواب ليس لأنني عندي شعور بالذنب وعم بعتذر أبدا. نحن نتحدث عن دور مجلس النواب دور في المرحلة. أنا أرى أن دور المجلس، وأنا أراهن على هذا، المجلس سيكون أفضل بكثير مما يظن الناس. الحقيقة أنه المجلس خدع في قضية الثقة، لأنه النواب
أغرقوا بالوعود، الوعود غير الصادقة بأنه ستلبى مصالح مناطقهم وراح أعمل مشروع هذا وراح أعمل لمنطقتك كذا وأعمل لمنطقتك، ولذلك يلام الذي أصدر تلك الوعود. وهذا أضر بالحياة السياسية ستي. أي إنسان أضعف صورة مجلس النواب، أنا بحذر الحكومة الحالية وأي حكومة تأتي، إن إضعاف مجلس النواب الذي دوما تستهدفه كل الحكومات تقريبا، هذا يضر في النظام السياسي الأردني خطأ كبير. إحنا من مصلحتنا أن تبقى صورة مجلس النواب قوية وأن يكون الثقة به كبيرة، فإضعافه عن طريق توريطه بوعود وبالتالي بأصوات غير محسوبة الحقيقة إنه كانت جريمة في حق الوطن، جريمة بقول، لأنه نحن الآن في مناداة من كثير من الناس بحل مجلس النواب. إحنا شو الربح السياسي إذا برلمان 2007 انحل وبرلمان 2010 انحل وبعدين نعمل قفزة في المجهول؟ لا، أنا أرى اعتمالا، أرى حركة، أرى تفاعل موجود في مجلس النواب، أنا متأكد أنه سيكون عصي هذا. وهذه إشارات حمراء إلى دولة رئيس الوزراء، أنا بقول له يا دولة رئيس الوزراء انتبه، المجلس ليس هو الذي أعهدته. وزاد الطين بلة إنه دولة رئيس الوزراء حين زارنا في الأيام الماضية وزار كل النواب والكتل تحدث كلاما عموميا ولم يتحدث بدقة، تحدث كلام عمومي لا يغني لا يسمع من جوع، لم أزد أنا في لقائي معه حرفا على ما قرأته بالصحف. ولذلك يوجد عتب عند كثير من النواب أن هذه الاستشارات شكلية وليست في المستقبل. كانت الحكومات، وهذه قضية دقيقة جدا على علاقة الحكومة بمجلس النواب، كانت الحكومات للأسف لسوء الإدارة تفكر أنه هي بتقوى إذا أضعفت مجلس النواب، فكانت تستهدف مجلس النواب بتسليط الأضواء على سلبياته، تكشف ضعفه وتبين سقطات أعضائه، وبالتالي بيضعف في عين الرأي العام وبتقوى هي عليه. ما هؤلاء ما كانوا يعملوا لمصلحة نظامنا السياسي، يعني لسه بس ما بلش يعني حتى يسقط مجلس النواب. هذا حصل، هو الضحية صار، يعني أنت دفعت بطريقة يعني غير مباشرة عن مجلس النواب الذي تنتمي، مع أنك حجبت الثقة. دكتور عبد الله، أستاذ طاهر، ما رأيك بهذا الكلام؟ مجلس النواب الذي أعطى ثقة 111 للحكومة السابقة، ومن ثم يعني كما ذكرنا قبل انقلبت الأوضاع كلها بالكامل، ما هو دوره في المرحلة القادمة، وكيف من الممكن أن نعيد ثقته للمواطن وللشارع الأردني؟ يعني أنا بدي بالنسبة لمجلس النواب، مجلس النواب يقوى مش الحكومة اللي بتقوي مجلس النواب ولا الحكومة اللي بتضعف مجلس النواب. نعم. النواب أنفسهم هم اللي بيخلوا المجلس قوي وهم اللي بيخلوا المجلس ضعيف. بكل الأحوال أنا ما بدي أراهن إنه هذا المجلس راح يكون قوي أو يكون ضعيف. نعم. مش هيك بتدار الحكومات ولا السلطات التشريعية. المطلوب احنا بدنا هذا المجلس يطلع قوي، يقوي الاردن، يحل مشاكل الاردن. نعم. يحل مشاكل الاصلاح السياسي. صحيح. قوه هذا المجلس، قوه الاردن، قوه البلد ان يكون هناك قانون انتخابات يسمح بتعدديه، بانتخابات تعدديه تسمح بالنهايه بتشكيل حكومه من داخل مجلس النواب. نعم. للاغلبيه. هون احنا بنكون وصلنا الشط الاخر، بدون هيك ما بنوصل لشط، ولا بنظل نقول انه والله بنركن على فلان، لانه احنا جربنا، مع احترامي لكل اللي في مجلس النواب. نعم. في مجلس النواب انا فوجئت لما سمعت كل الخطابات اللي لم تترك لهذه الحكومه لا كبيره ولا صغيره في النقد وفي الهجوم، وبالاخير تمنح ثقه غير مسبوقه ابدا. نعم. طيب ليش يعني؟ انا بدي اكون الشعب الاردني كله بده يكون ثقته بالحكومات، وهذا المجلس اللي مطلوب انه يثق بالحكومات او لا يثق بالحكومات يعتمد على مواقف النائب، كل نائب لوحده، يوم هذا النائب راضي عن الحكومه يوم مش راضي عن الحكومه. احنا مع احترامنا لمجلس النواب، هذه المرحله يجب ان تنتهي. نريد قانون انتخاب لمعركه انتخابيه تقودها برامج، حتى الاحزاب تنخرط في برامج، لانه الاحزاب بدها اصلاح، بصلحها قانون الانتخاب، بصلحها قانون الانتخاب، بصلحها قانون الأحزاب، بحيث تصل الأغلبية مع برنامجها إلى الحكومة، وهناك تنشأ معارضة، لأنه بدون معارضة لا يكون هناك ديمقراطية، وبصير الشعب يقارن المواقف ويتابع البرامج ويتابع السياسات. لا، بدنا نواب يكونوا وزراء، إحنا جربناها في التسعينات، لا بدنا نكررها، هذا كان صحيح، أفضل ما نشوف وزراء بعدين بس يخلصوا يروحوا مدراء شركات.
فبالاخير يعني مين المساب لا, لا.